يا شباب احنا نقول الكلام للسجل الشباب هيرد علينا والبنات هيرد علينا هنشوف مين اللي يكسب ماشي بص يا جماعه احنا نقول صرفنا كل فلوس هتقولوا على ايه هنشوف بقى البنات اللي هتكسب ولا الشباب اللي هتكسب صرفت كل فلوسي لما حاجه باصت الرجاله معانا جامده انا عايز البنات تلاقي دور دلوقتي صرفت كل فلوسي نروح للبنات ماشي البنات تعالوا كده بنات بقى نشوف بقى الرجاله اللي تكسب ولا البنات اللي هتكسب البنات كلها تيجي كده البنات صرفت كل فلوسي على ايه ماشي صرفت كل فلوسي الرجالة تكسب طبعا صرفت كل فلوسي عليه عشان باصت يرقصنا على السوشي